تمام يا باشا، تعيش انت. حضري له التدعميات حالا وبسرعة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. هو دكتور زغلول هيتأخر؟ لا، احنا بلغناه يا فندم وهو زمانه على وصول. على فكرة الدكتور زغلول ده أشطر دكتور أمراض نفسية عندنا. يا ريت ربنا يجعل شفاء على ايديه. البنت دي من ساعة ما عملت الحادثة وهي كل شوية تفوق تخطرف وبعد كده تفقد الوعي تاني. ما تقلقش خالص، اطمن، مش هتاخد في ايدي الدكتور زغلول غلوة. بس هو يجي بس. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا سوري دخلت كده من غير ما اخبط، اصله مكتبي. ذوقه هاي. ربنا يخليك. ميرسي. زغلول ابو العينين احمد، طبيب نفسي وبرني. اصله بقى قالوا لي تحت ان في كيس. وبتاع حضرتك كيس؟ لا لا، انا مقدم وحيد من المباحث. اهلا وسهلا مقدم وحيد، امرني. انا جاي لك بخصوص البنت اللي عملت حادثه. بص يا دكتور، البنت دي عملت حادثه وواضح ان كان في حد بيطاردها، والعربيه اتقلبت، وحاولنا نفتش عن اي حاجه تثبت شخصيتها ما لقيناش. فاحنا جايين لحضرتك بناء على الوصف ان حضرتك تساعدنا ان احنا نعرف مين البنت دي ومين اللي كان بيطاردها. يعني انت طلبك عاوز تعرف البنت دي مين؟ بسيطه جدا. يا سلام، انت فعلا جيت في المكان الصح للشخص الصح. اتفضل بقى. حضرتك هتقدر تعرف المعلومه ايه؟ الله. اتفضل يا فندم. متشكر جدا. بس ما تكبش. هي دي؟ هي دي يا دكتور. تفاءل تفاءل، ما تقلقش. احكي لي بقى. طيب الموضوع معلومة دي بتاعت الحادثة دي. بنتي ايه؟ بدأت فوق يا مساء. انت مين؟ انا فين؟ انت في المستشفى في تبلغ عمر جديد، الحمد لله على السلامة. انت مين؟ نرجس. نرجس اسم جميل والله. طب قولي لي يا نرجس. انا شهيت. كنت فرحان بنرجس. انت بتقول اسمه هو مش نرجس، هو سعاد، بس انت واضح انك سمعت غلط. هو سعاد، معلش تاثير البنج يعني، ده عادي طبيعي وارد يعني. هي سعاد. 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 لا لا، انا عزيزه. عزيزة عزيزة. طيب اللهم طولك يا روح. عزيزة عزيزة، طمنيني عليكي. عزيزة مين؟ أنا فريدة. إحنا هنستهبل؟ أنت مين يا بت؟ أنا محاس. أنا محاس. بص مرتين محاس، هي كده محاس. حتى هي شكلها محاس. الأسامي قديمة شوية. ستناتي. أنا لميسة ماليلي لما ماها فتحية فتكات. انتوا مين؟ انا صلاح، انا معتز، انا علي، انا ابراهيم، انا جمال، انا ايمن. احنا برضو اللي مين؟ انت مين يا بنت؟ هقول لك يا ريت. اتفضلي. كل حاجه يا سيدي هقول لك.
يا اسطى. استنى استنى الموبايل. ايه ركز يا اسطى ركز، مش ينفع كده. الميكروويف يا اسطى، الميكروويف. فيصل هينفخني، انا كده هتنفخ دلوقتي، بس الحمد لله الموبايل معايا. شكرا يا رب، شكرا. الموبايل، يخرب بيتك يخرب بيتك. هو يوم، هو يوم باين من اوله، هو يوم اسود، يوم اسود. لا مش انت يا اخويا، مش انت عادي. هو يوم اسود ليه كده يا رب؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يخرب بيتك، ده في شنطه نسيتها، في شنطه، يخرب بيتك. خلي بالك يا بنتي يا نوع على الصيني بتاع اختك، لا يقع منك الدش يا بنت. حاضر يا راح. عقبالكم يا بنات، عقبال ما نفرح بيكم كده يا رب. ربنا يخليك يا دار. بقول لك ايه يا ماما؟ نعم. ما تخلي شيماء تديني القميص العنابي الحلو ده. هاتي. ناوليني مش قادره اقوم. ايه؟ عيب، انت لسه صغيره على الحاجات دي. الله، العروسه جت يا خالتي. قوي. حبيبتي الحمد لله على سلامتك يا شوشو. ايه يا حبيبتي اتاخرتي كده ليه؟ جبتي معاكي البتاع الميكرويف؟ يا ماما الميكرويف ضايع يا ماما، والتليفون اتسرق. طب انت ليه ما كلمتيش خطيبك فيصل يجيب لك التليفون بتاعك وميكرويفك من عين الحرامي؟ ماما هو انا لحقت اعمل حاجه؟ بقول لك راح، راح التليفون خلاص. معلش نجيب غيرهم ان شاء الله. اجيب منين بس يا ماما؟ معيش غير فلوس فستان الفرح. حبه عين امك. طب ودي تيجي عروسه زي القمر زيك كده ما يبقاش معاها تليفون؟ لا ابدا لا يمكن. انا هديكي تليفوني لحد ما تجيبي عده جديده. بجد يا ماما؟ ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، طول عمرك مضحيه عشاننا من غير مقابل يا حبيبتي. لا المره دي هيبقى فيه مقابل، انا هاخد البيبي دول العنابي الحلو ده. هو عناب ايه يا حاجه وانت قادره تمشي؟ الله، فيصل بيرن لنا اهو. هينفخني هينفخني يا ماما. محدش يقدر ينفخك طول ما انا عايشه. ايا فيصل، تليفونك مقفول ليه يا هاني؟ بقالي نص ساعه بكلمك. ما يا حبيبي انا تليفوني اتسرق. اتسرق؟ ما جبتيش الاسم ده عشان اعمل لك محضر. اتسرق ازاي وامتى وفي اي منطقه؟ ما يا حبيبي لما اشوفك هبقى اشرح لك كل حاجه، وبعدين ما توترنيش اكتر ما انا متوتره خلقه. لا يا حبيبتي ما تتوتريش، لا لا خلاص، روحي انت اشتري فستان وانا هجيب التليفون والليله. سلام. عصبي قوي يا ماما. عصبي صحيح، بس راجل وبيحبك. اهو بيرن تاني، جاب لك التليفون. ايه ده يا ماما؟ دي نمرتي بترن. ايوه ماما نمرتك، ما هو جاب لك التليفون. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. احنا لقينا تليفونك اللي ضاع يا استاذه. ايه ده، هو انت تبع فيصل؟ لا احنا تبع بولاء، مستنيينك تيجي تاخدي تليفونك. طب انا خطيبي نص ساعه وهيبقى عندك. لا لو عايزه التليفون يبقى ما حدش يجي معاكي، انا فاعل خير ومش عايز مشاكل. طب خلاص خلاص، ممكن بس تديني العنوان؟ هو ده المحل يا ابله. طب شكرا يا اسطى، شكرا. ثانيه واحده، ثانيه، انت بتفتشي في ايه يا ابله؟ انت مباحث ولا ايه؟ لا انا دايما بنسى الحاجه. ف طب خلاص خلاص، شكرا شكرا. السلام عليكم. سلام. نفعيني يا حبيبتي، ينوبك ثواب يا رب، مبارك لك. خد يا حاجه والنبي، دايلي دايلي. ماشي يا حبيبتي، طر قلبك وينولك مرادك ورجع لك حقك ربنا. السلام عليكم. يا باشمهندس. اهلا وسهلا. حضرتك انت كلمتني عشان الموبايل بتاعي. رجب، كنت بصلح غساله بتاعت ست غلبانه مسكينه، الصنايعيه قاعدين مطوحه فيها شمال ويمين، وقلت تاخد فيها ثواب. بسم الله ما شاء الله. شكلك ابن حلال. احنا فقراء. بس نضافه ست هانم. اتفضلي. مش ده التليفون بتاعك؟ ايوه هو. هو في بني ادمين كده في الزمن ده؟ انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. انت تعملي ايه؟ حلاوه التليفون. شكرا. انت بتشتميني؟ حط فلوسك في شنطتك، مش رجب اللي ياخد فلوس من ست عشان عمل لها مصلحه. بجد انت انسان عظيم، شكرا ليك جدا، شكرا بجد. الاجر عند الله يا استاذه. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، انت راجل طيب قوي. ميرسي. بس حلوه صوره البيبي دول العنابي. ايه ده؟
انت دخلت جوه الفوتوز؟ اكيد يعني ما كانش قصدك يا استاذ رجب. لا كان قصدي. لا يعني واحد بالطيبه والاخلاق بتاعتك دي لا يمكن يدخل في اسرار الناس جوه الموبايل يعني. انا بقى متعتي في الدنيا اشوف اسرار الناس. على العموم انا مسامحاك. السلام عليكم. ولا الروب الاحمر الشفاف. لا ده انت كده دخلت جوه الموبايل وتمشيت فيه. ده انا قعدت في قلب التليفون بتاعي. لا ومش كده وبس، حولت كل الصور بتاعتك عندي على التليفون وعلى الكمبيوتر ده. طب ممكن حضرتك يعني تمسحهم؟ انا زي اختك. ما انا همسح بجد. انا برضو قلت ان انت اكيد انسان من جواك. بس اخد حق الاول. بصي بالصلاه على النبي كده، انت عندك 1200 صوره، 950 ما لهمش عازه، في 250 هم اللي عليهم العين. دول بقى لو حسبنا الصوره ب 260 جنيه يطلع الحسبه كلها 12000 جنيه. ده انت حيوان. على فكره انا خطيبي ظابط وهقول له عليك، هخليش عليك من رجلك. طب انت عارفه ان الواد حماء الصبي بتاعي مديله سيديه بتاعت الصور بتاعتي، وقلت له لو غبت على المنطقه يوم انشرها على النت، وانت عارفه السرعه دلوقتي بقت عامله ازاي. ازيك يا راجب؟ ازيك يا ام اشجان؟ خلصت الغساله؟ طلعنا ايه انت اشجان وانا هخلصها وحصلك. هستناك. ابيض سلام. انت انسان واطي ورخيص. بقى دي جزاتي ان رجعت لك التليفون؟ ده الواد حنتيره الحرامي خد مني 500 جنيه. يعني هو ياخد منك 500 جنيه وتيجي تاخد مني 12؟ يا استاذ رجب انا على وش جواز وسمعتي، انا زي اختك. انجزي بقى وادفعي. كام دول؟ دول 6000 جنيه كنت هجيب بيهم فستان الفرح. انا مسامحك في الباقي عشان رجب ما يجيش على وليه. بقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى هنا امسح صور قدامي. نمسحهم صوره صوره ونتفرج ولا ديليت اول؟ ديليت اول نوتا تول. ازيك يا حبيبتي؟ نفعيني باي حاجه. مفيش غير اللي في الحاره دي. خلاص شطبت شطبت. حسب الله ونعم الوكيل فيه. حسب الله ونعم الوكيل. مفتري علي ربنا. حسب الله ونعم الوكيل. شيماء فيصل. فيصل. يا اختي فيصل. حبيبتي فيصل. بتعملي ايه هنا؟ ايه؟ انت مش قلت انك رايحه تجيب الفستان؟ اصل انا كنت بجيب الترتر بتاع الفستان، اصل الترتر هنا رخيص. ترتر؟ لا الكلام ده عند ام ترتر. ما قلتيش انك جايه هنا. بقول لك ايه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ كان عندنا هنا ظبطيه اداب. ايه ده بجد؟ طب في هنا ام اشجان في الدور الرابع. مالها دي؟ هي اللي بتعمل الترتر. ترترها حلوه قوي. ترترها حلوه قوي؟ انت مالك؟ مالك كده مش مركزه؟ مش على فين الفستان اللي انت اشتريتيه اللي انت جايه تجيبينه الترتر؟ ايه انطقي مره واحده، ما تهنجيش مني. بس انا وانا ماشيه بعد اتنين بمكنه راحوا ساحبين مني فلوس الفستان. بس نعم يا اختي. سرقتي تاني؟ مرات ظابط وتسرق مرتين في اليوم؟ لا والله. انا هتفضح في الوزاره. لا لا لا، مره فلوس الفستان ومره التليفون. التليفون. اي التليفون. ضيق. هو مش ده التليفون اللي اتسرق ولا انا بيتهيألي؟ ايه وجع والله. ده التليفون انتقي. هقولك هفجرها فيك. لا لا اصل هما اخدوا فلوس الفلوس الفستان وسابوني التليفون. تقولي ايه انت؟ طب بص انا ممكن اقولك حاجه، احنا ممكن نأجر الفستان، مش لازم نشتريه، نأجر. نأجره؟ نأجره؟ امال فين كلامك؟ ده فستان العمر يا فيصل. يا فيصل انا لازم اشتريها يا فيصل. يا فيصل ده هي ليله واحده يا فيصل. فيصل لغايه لما كرهت فيصل في اليوم اللي عرفتك فيه. نركز. هركز. نركز. هركز يا فيصل. نركز يا شيماء. هركز والله العظيم يا فيصل. فاضل كام يوم على الفرح. هركز هركز. مفيش حاجه تضيع. هركز والله العظيم. مفيش حاجه تتسرق. والله ما هتتسرق. نجرع البوكس. حاضر. انزل يا حيوان. ما تنحش ورا ورا. نركز. كابوس كابوس وانزح مني يا جيش.
احمدك واشكرك يا رب، احمدك واشكرك يا رب. كابوس مهبب، ده انا مسحت كل صوري من على التليفون، انا استحاله اتصور بحاجه شبه كده تاني. يا بنتي انا كنت بجرب قميص النوم اللي كنت هلبسه في الدخله. اه بس انت كان لازم تقولي لفيصل. اقول لفيصل؟ فيصل عصبي. انت عارفه ساب خطيبته الاولانيه ليه؟ عشان شيرت صوره ليه على الفيسبوك وهي لابسه نص كم. امال كان هيعمل معايا ايه؟ برضه مالكيش حق، خطيبك ولازم يعرف. لا بقول لك ايه، مش فايقلك مش فايقلك مش فايقلك. حق عليا قلبي عليكي. يلا سلام. احمدك واشكرك يا رب، احمدك واشكرك. الو، عايز ايه يا حيوان؟ ليه بس الغلط يا ست الناس؟ وانا مالي ومالي القصه دي؟ الواد حماقي الصبي بتاعي تمع في السي دي وبيهددني يشير الصور. انا خايف عليك من الفضيحه، انت زي اختي برضه. طب وصاحبك الرمه ده عايز ايه؟ 15000 جنيه. ايه؟ 15000 جنيه؟ عشان تعرفي بس ان انا عامل معاكي واجب. بيتك والله هلحبسكوا يا رمم. الحقوني. ودي هنا. الحقوني يا ناس. يا ناس الحقوني. خير يا بنتي؟ ايه اللي حصل يا رجب؟ اسهلا. الراجل ده ابن حتتكم، اخذ الموبايل بتاعي من الحرامي واخذ صور الشخصية وبيستبزني بالصور بتاعتي. والله ما استبزيتها، الست دي كدابة، قالت لي عايزة سكرينة للتليفون، قلت لها 20 جنيه، قالت لي 5 جنيه، والدنيا غلت يا جدعان، ده الدولار بقى ب 20 جنيه، ده الدينار الكويتي بقى ب 60 جنيه. أنت هتقلبها صرفة؟ نزلي إيدك. لا 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 لا، رجب عمره ما يعمل كده خالص. ده هو الوحيد اللي انا بستبينه على صور مراد. اصيل اصيل ابو اشجان. هو ده ابو اشجان؟ ايوه انا ابو اشجان. ما هو مش محتاج يشوف صورها لان هو بيشوفها شخصيا. انت هتخدي كمان في الاعراض. الست دي عليا الطلاق اول مره اشوفها يا جدعان. والله العظيم كذاب، انت كذاب، ده لسه واخد مني امبارح 6000 جنيه، واسال الست بتاعت الجرجير. يا ام صبري. عمر يا راجب. يا ام صبري فاكراني امبارح وانا كنت معديه حتى بأمارة اديتك ال 20 جنيه؟ ايه يا ام صبري، هو انا بزغزغك ولا ايه؟ يا بنت انا كفيفه وانا بشوف. هو انت لحقتي من امبارح للنهارده تتعمي؟ الله يسامحك. انت هتغلطي كمان في الست العاميه؟ امشي انت يا ام صبري، روح على فرشيتي. ماشي يا ابني. منك لله، وعلى 20 جنيه بتاعتك انا مش عايزهم، وخدي عليهم سماعه بلوتوث هديه، وخدي كفر سبونج بوب. هتقول اغنيه بيعملوه في الفقراء يا جدعان. اه اغنيه؟ ده انت شطبت اللي ورايا واللي قدامي، حسب الله ونعم الوكيل فيه. لا حول ولا قوه الا بالله، كفايه حرام عليكي، ادوا انا سالته لواحد. حسب الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. حسب الله يا رب. هاتوا لنا شويه كركره عشان الريق نشف. صباح الفل. يس ده صباح الزفت. ليه يا فيصل؟ ليه في ايه؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ما انا لابسه بكم اهو يا فيصل. مش بتكلم على اللي فوق، بتكلم على اللي تحت. ماله هو طويل، اعمل ايه تاني؟ البنطلون محزق كده ليه؟ قافش فيكي كده ليه؟ عايزه تبقي فرجه؟ قولي لي قولي لي وانا اخليكي فرجه. لا ما احنا بقينا فرجه والشارع كله بيتفرج علينا. كل واحد يخليه في حاله، كل بنطلون دمه. اهدى بس يا حبيبي ما تعصبش. شيماء انا مش عايز اعكن عليكي. انت عارفه ان انا بغير، انت بتاعتي صح، انت ملكي صح، محدش يشوف منك شعره شعره صح، يشوف منك شعره ابحه وابحك وابح نفسي عشان محدش يقول لي عملت كده. ليه يا فيصل؟ ايه ده يا حبيبي؟ عشان خاطري اعصابك. ما انا هادي اهو، بتعصبيني ليه دلوقتي؟ لا 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 بس يعني شيماء انا بحبك. عارفه وهسعدك. باين باين طبعا. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان انت كنز بنت مؤدبة الحمد لله، سمعتها نظيفة الحمد لله الحمد لله. يا رب يا رب افضل كده على طول في نظرك يا رب. قليل قليل قوي لما الاقي بنت في الزمن ده بالاخلاق دي. عشان كده انا عامل لك مفاجأة. عارفة يا شيمو كان عندي مأمورية، مأمورية مهمة جدا. ها. بس زوغت منها وعامل لك مفاجأة. ايه بقى؟ هنجيب الفستان ومش ايجار، لا هنشتريه. حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب، يا رب يخليك ليا. عارفة ليه؟ عشان اللي زيك لازم ينبسط. آه. وانا هبسطك. مين اللي عمال يرن ده؟ زني زني وعامله سهل. انت ليه وانت معايا؟ ليه؟ دي ماما عماله تكلمني بس انا قفلت عشان نعرف نتكلم براحتنا يعني. ماما يا نايمه. اه
انا اخرج دلوقتي. بس الزفت العسكري يجي بعته يجيب سجاير. راح فين ده؟ انت يا فرج الزفت. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي بعد اذن حضرتك، ما تعرفش مكان اطبع فيه صورك؟ في الشارع اللي ورانا استوديو. هو انت ظابط؟ لا ده لبس العيد بابا جايبولي، احنا هنهزر؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا اسف. اصل الراجل اللي هيطبع لي صور يا باشا ما بيردش عليا في التليفون وبيزوغ مني، بس انا هستناه على الناصيه عشان لو ما جاش اجي لسعادتك بقى تجيب لي حقي. طبعا طبعا يا ابني، انا شغلانتي دي عشان اخدمك. اخدمك انت وامثالك. حاضر يا باشا. ده الكارت بتاعي، كلمني في اي وقت. ها في اي وقت. ماشي يا باشا. نقيب فيصل حسن محمد نصر الدين. انت من عيله العشرين يا باشا. حلوه. السلام عليكم. من اذن يا باشا. اتفضل. الناس دول غلابه قوي. بص يا فيصل، انا بفكر يعني بلاش نجيب الفستان النهارده، عندك مأموريه مهمه وانت عارف ورا كل عظيم ظابط امراه. ازاي والفرح كمان يومين؟ لازم البسك اي زفت. حبيبي مصر تناديك، مصر عايزاك، مصر عايزاك يا فيصل. قلتلي على الوطن. الوطن اللي بضعف قصاده، الوطنيه. صح. طب يلا امشي انت دلوقتي، امشي لما تخش اوضتك النيلي. يلا انا رايح المأمورية. انت فين يا فرج الزفت انت؟ السجارة هي يا باشي، بس الطريق كان واقف جامد. يلا يلا ورانا مأمورية. استنى يا ابني. وقر وحشتيني يا غالية كده، تقفلي التليفون في وشي. انت جاي لي لغايه البيت يا حلوين، وكمان مع خطيبي. انت عارف خطيبي ده؟ ده ظابط، ظابط. انا الحق معايا والحكومه معايا وركب المحروس خطيبك اهو. فيصل حسن محمد نصر الدين واللي نازل. فيصل حسن محمد. بس هو انت بتحمل ميكروباص؟ ماشي استهدي بالله، ولو خايفه من خطيبك يبقى استناكي بالليل عشان تجيبي المعلوم. يا ذات البيبي دول للعنابي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك والمفتري عليه ربنا. استني ما تجيبي حق اوبر بقى عشان الحق افتح الدكانه. خد حقه. الله اكبر. الله اكبر. استغفر الله العظيم يا رب. الله اكبر. معلش يا ماما، مضطره يا ماما، مضطرة. سامحيني. سامحيني يا رب. الله. لا أنا لسه بفتح الدولاب، اهدي عليا. يا رب سامحيني يا رب. الله أكبر. لا ما هو أنتِ هتتفضحي معايا، ما هي دي صور بنتك. استغفر الله العظيم. فلوس. سامحيني يا رب. الله اكبر. انت بتصلي صلاه العيد؟ بقول لك صلي براحتك بقى. اخدت الفلوس. ما شاء الله، ده انا لو متعاقد مع سوق الخميس مش هعمل معاه الواجب ده. بس جاي. يا راسي. سلامتك يا قلب امك. العصير ده هو هيخليكي فله. يا ماما مش عايزه عصير، يا ماما اعملي لي قهوه، راسي هتتفرق. اتفضلي يا حبيبتي. من عينيا. حاضر يا حبيبتي. منوره يا جيجي. تسلمي يا غاليه، تسلمي. ادعي لي بقى انا كمان اتجوز وحصل شوشو. والله يا بنتي كان ودي ادعي لك، كان نفسي ادعي لك هناك في الحرم، هناك الدعوه بتستجاب في ساعتها.
منه لله اللي سرق فلوس العمرة، منه لله ربنا يجيب له جلطة في ودنه تخش على عينه تعميه إن شاء الله، تنزل على مناخيره تخليه يخنف، تنزل على لسانه تخليه يجي نقطة على عينه وعلى لسانه إن شاء الله. قولوا أمين يا رب. كفاية يا ماما، يا ماما كفاية، يا ماما سامحي يا ماما، ده ربنا بيغفر، أنت مش هتغفري أبدا. مش ممكن أسامحه، منه لله ان شاء الله يجي له الامراض المخفيه في جدته ويصرف فلوسي عليه. لا بيصرفها يا ماما، بيصرفها طول النهار والليل ما بتعملش حاجه انها تدي عليا. معلش، ما هي برضو كان نفسها تطلع عمره من زمان. مش احسن ما اتفضح انا وهي واقعد لها؟ هنتفضح. طب انتي قلت لها ايه على جهازك اللي اختفى من البيت ده؟ قلت لها بنقله واحده واحده عشان معيش فلوس النقل. يا بنت اللذينه، ده انتي بقيتي حراميه محترفه. اعمل ايه، ما عنديش غير سمعتي. هو احنا حلتنا ايه غير سمعتنا؟ يلا ربنا يعينك بقى. تليفوني فين؟ تليفون راح فين؟ شيماء. ايه يا حبيبتي؟ حبيبتي انا عارفه ظروفك كويسه قوي، ابي بالتليفون كده يا جيجي. اخصى عليكي، انا هسرق تليفونك؟ يا سلام يا حبيبتي، اذا كنت سرقتي امك مش هتسرقيني انا. توطي صوتك هتفضحيني. إيه؟ سكبت انت يا شيماء، انت تسرقي امك؟ تسرقيني؟ خص عليكي، وانا اللي شيطان عمال يوزوز في دماغي ويقول لي بنتك حراميه. اقول له اخرس بنتي، ايدها تهرب. يقول لي يا ام المطهر رش الملح 7 مرات. اخص عليكي، تسرقيني يا شيماء وانا اللي بقطع من لحمي وديكي. لا يا ماما، والله يا ماما ده انا غرضي شريف، انت ما تعرفيش انا عملت كده ليه. شريف وعفيف، منك لله. روحي منك لله، مش مسامحاكي ابدا. لا يا ماما، ربي وقلبي غضبانين عليكي الاثنين، منك لله. لا يا ماما والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا رجب، منك لله يا رجب. لا قولي لي يا شيماء، يا ماما زعلانه منك ليه؟ شيماء فيها فيصل. فيها فيصل؟ ده انت مش مركزه خالص، ده الفرح كمان يومين، انت مش مبسوطه ولا ايه؟ نفسي اليومين دول يعدوا. ما لما تفردي وشك هيعدوا. حاضر حاضر اهو يا حيوان. اصل انا متوتره وبطني وجعاني وقلب عليا. قلب عليكي؟ ايه القرف ده؟ خلاص هنزل اجيب لك قصب، هبالمره يريح معدتك وتطلعي الغازات. غازات؟ مفيش دعوه بحد، انا نازل وجاي. ألو يا عروسة، فين الفلوس؟ حيواني لا صح، صاحي معايا، ده الفرح قرب. قصر قصر قصر. أحلى قصب لأحلى عروسة لأحلى غازات. استاذه شيماء، هي دي المواعيد؟ ايه ده انت هتعملي ايه؟ لا يا شيماء انت جاي تقتليني. ما سيب السكينه، سيب السكينه يا جماعه، صلوا على النبي. استنى انت، ما تخلينيش استغب عليك. يا جماعه استهدوا بالله، وحياه امك. طبعت الصور ولا لسه يا رجب؟ باشا لو هترضى على نفسك اتجوزها، انا كده كده داخل السجن. دوب الوشي حطوه في نفس الزنزانه اللي فيها حمائي.
مثلا انت عرفت منين انا هنا؟ لما نزلت اخر مره حسيت بحس الامن ان في حاجه غريبه. كلمت طنط وقررتها لغايه ما اعترفت وعرفت كل حاجه. بس انت غلطانه يا شيماء. يعني انا كظابط شرطه بساعد الغريب، مش هساعدك انت. يعني انت يا فيصل مش هتتخلى عني ابدا؟ تخلى عنك؟ لا طبعا يا شيماء، انا هفضل معاك وجنبك وفي ظهرك لحد ما تلاقي ابن الحلال ان شاء الله. انت من النهارده زي اختي، لو عوزتي اي حاجه اي حاجه تكلميني، اوعي تترددي. ها اختك؟ يعني ايه الكلام ده؟ بصراحه انا ما اقدرش اتجوز واحده رجب شاف صورها بقميص النوم العنابي. الله اعلم مين شاف الصور تاني. انا من ساعه ما نزلت المنطقه وكل ما حد يشوفني يغني لي عنابي عنابي يا خدود الحلاوه. العنابي ده قميص النوم وخدود الحلاوه اللي هو انت. ما انت حلاوه، انا اتفضحت. عن اذنك رجب. ده بقى ايه علاقته بالحادثه اللي انت عملتيها؟ حادثه؟ حادثه ايه؟ حادثه العربيه اللي انت كنت سايقاها واتقلبت بيكي. انا عملت حادثه؟ انا ما عملتش حادثه. شيماء ما بتعرفش تسوق. شيماء ما بتعرفش تسوق، ده اسمها بالكامل. على الحال ده بقى يا دكتور. ها لا معلش، رايح انت بقى، سيبها لي. واضح ان احنا هنعيش مع بعض ايام جميله.